بطل مع يلا. أيوة الكلام ليك أنت والكلام ليك أنت، بطلوا مع يلا. إزاي إزاي عايز تقنعني أن أنت علشان فاتك 3 أربع أيام قيام أو فاتك 3 أربع أيام ما صليتش فيهم مثلا الفجر عايز تسيب باقي رمضان وخلاص كده يئست والدنيا قفلت في وشك وعايز تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى؟ بطل مع يلا. ازاي عايز تقنعني وعايز تفهمني ان انت لو ماشي جنب بركة مية وفي عربية معدية فطرطشت عليك نقطتين تقوم نازل جوه بركة الوحل دي علشان انا اطرطشت بس من الطين ده؟ ده جنان يا حبيبي. بطل مع يلا. انا عارف اقسم بالله ان يجي منك، وعارف اقسم بالله ان جواك طيب ويجي منك، بس احنا نسترجل مع ربنا سبحانه وتعالى، نسترجل مع دين ربنا سبحانه وتعالى. يا ابني وانت يا بنتي الدين محتاجك، اقسم بالله احنا الدين بتاعنا دلوقتي كل ثغر محتاج امم عليه علشان تسده. بطلوا مع يلا يا جماعة مع الدين، ما ينفعش كده. ازاي عايز تيجي تقنعني ان دلوقتي رمضان بيضيع منك او رمضان ضاع منك؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انت النهاردة 14 رمضان، لسه في 16 يوم. 16 يوم يعني 16 فرصة عتق من النيران، يعني 16 دعاء ممكن يستجاب، يعني 16 قيام ممكن تقبل في ليلة من الليالي دي، يعني 16 صيام ممكن تعتق من النار بسببهم. يعني يا ابني 16 فرصة، لسه قدامك فرص كتير، بس انت اغتنم واسترجل. اوعى تيأس، اوعى تيأس، وبطل مع يلا بقى. بطل مع يلا. انت لو ماشي في الدنيا او في امتحان، في اي امتحانات الدنيا تمام، وداخل على الفاينل خلاص ولسه فاضلك اخر محاضرتين ولا اخر وحدتين ولا اخر ايا كان المسمى بتاعهم، هتقول انت مش داخل الامتحان عشان انت لسه ما خلصتش؟ لا يا حبيبي، انت في الدنيا مسترجل قوي وبتخش بقلبك قوي وبتبذل مجهود قوي، انت ليه في الدين عيل؟ انت ليه في الدين عيلة قوي كده؟ استرجلوا يا جماعة مع ربنا. دين ربنا محتاجنا، دين ربنا محتاج طاقة كل واحد فينا، دين ربنا محتاج عزيمة كل واحد فينا. رسالة الفيديو ده استرجل وبطل مع يلا، هتلاقي الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم يا صاحبي.